ستي دباي، انا كنت عايز اسالك سؤال. طبعا. انت بتعملي معايا كده ليه؟ تقدر تقول استجدعاك. انا بقى اللي هسالك سؤال. عينيا، هو انت ليه ذبحتلي الفرخه اللي حلتك؟ يعني تقدري تقولي عشان يبقى عيش وملح بس وفراخ بس؟ بصراحه لا. انا عايزه الصراحه بقى. مضطر، امي احرجتني. الله يبارك لك، عايزك كنت تاكلي. ما تغبيش قوي لو امي تتنقط مكانها، اصل امك هتحط راسها براس الفرخه دي قوي. تمام. قالت لي كانت الفرخه فرساها، كل شويه تمشي تتبحرج قدامها. هاي انت هتسيبوني قاعده لوحدي كده زي قرد قطع؟ ايوه ياما، ايوه. مش خلص، قربت اخلص اهو. يا دي الخيبه، لا يكونوا هياكلوا الفرخه من غيري. الحمد لله انها جت على قد كده، دي اخره العند والدايفنج وتحطيم الارقام. خدي الدواء بقى. شكرا يا ماما. انا بصراحه حاسه ان انا تعبانه قوي. طب ريحي نفسك يا حبيبتي. طبعا انت ما صدقتي، جريتي وحكيتي كل حاجه حصلت بالحرف، مش كده؟ والله العظيم ما جبت سيره ولا اتصلت خالص، وبصراحه بقى انا اتلهيت فيكي وما حبيتش ازعلك. ايه ده؟ مين اللي جه؟ مش عارف. اهلا. مساء الخير. عامله ايه زوزو؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله على السلامة، على أحلى قمر في الدنيا. الله يسلمك يا مليك. بذمتك يعني اللي بيغرقوا بيحلووا كده؟ الدكتور قال راحة تامة، يعني مفيش خروج من البيت، اللي عايز يشوفها يجي لها هنا. ما احنا في البيت يا زينة. طبعا. هو أنتوا جايين لوحدكم؟ عمر مش معاكم؟ لا، معاه تليفونه جاي. أه عمر جه أهو. هحاول. مساء الخير يا طنط. مساء النور. يا ليلى طمنيني، عاملة إيه دلوقتي؟ الحمد لله أحسن كتير. بقول لك إيه يا ليلى؟ كشفت على التانك قبل ما تنزلي المايه؟ يعني ايه؟ عشان التانك كان متفضي ومتسفي شويه صغيري. يعني ايه الكلام ده يا عمر؟ يعني حد قاصد ليلى يا طنط، والسنتر كله مقلوب، وصاحب السنتر حالف اللي هو يجيب صاحب الموضوع ده. ايه ده؟ يعني كانت مقصوده؟ ثواني بس، يعني ايه حد فضى الاير تانك علشان يحصل حاجه؟ وده مين ده اللي عايز يموتك يا ليلى؟ خلاص بقى، قلت لك عشان معايا وقت، يلا اخرجك منها صدقيني. يلا باي باي. الو، انت فين؟ انا قربت. امشي ازاي يعني؟ طيب ماشي، ده يابا عندك. سلام. اهلا اهلا يا استاذ. على الله عودك تبقى زي مواعيدك كده مظبوطه. يا باشا انا وعودي احسن من مواعيدي. اتفضل. ده الورق اللي احنا اتفقنا عليه بخصوص الوالد والورث بالكامل وكل ارصدته في البنوك. هايل، برافو، حلاوتك كبيره معايا. بس في حاجه انت لازم تعرفها عشان دي ممكن تلخبط لك كل اوراقك. حاجه ايه؟ الحاج شردي عامل وصيه. وصيه؟ وبيقول فيها ايه الوصيه؟ لا، دي حاجه بين الحاج وبين الاستاذ بتاعنا. يعني ايه؟ يعني انت جبت كل ده ومعرفتش تجيب اللي في الوصيه؟ يا باشا الوصيه دي موجوده في خزنه في البنك، الخزنه دي ليها مفتاحين، واحد مع الحاج واحد مع البنك. وصيه